الخلاصة التي يمكن أن نخرج بها من التقرير الذي أعدته الجمعية حول حالة حقوق الإنسان في سنة 2017 عفوا وجزء من 2018 هو أن هناك تدهورا مستمرا لعدد كبير من الحقوق والحريات، وهذا التدهور يمكننا أن نلمسه من خلال مجموعة من الأرقام والمؤشرات التي تم إيرادها داخل التقرير، وقد مست هذه الانتهاكات خصوصا ما نسميه بالاعتقال السياسي، بحرية التظاهر السلمي، حرية التعبير، وحرية الصحافة، إذ أن العلامة المميزة والبارزة لسنة 2017 و2018 هو الاعتقالات المعممة التي شهدتها منطقة الريف والتي صاحبتها الكثير من الانتهاكات، من الانتهاكات للحق في الحياة، بحيث أن هذا المعالجة الأمنية لملف الريف أسفر عن موت على الأقل مواطنين، عماد العتابي ومواطن آخر، أنه قد أسفر عن انتهاك الحق في السلامة الجسدية، إذ أن العديد من معتقلي الريف تعرضوا للتعنيف ولسوء المعاملة، أنه مس الحق في الخصوصية من خلال التصنت واعتراض المكالمات واقتحام البيوت أثناء الاعتقالات إلى غير ذلك، مس الحق في المحاكمة العادلة، إذ أن المحاكمات التي أقيمت للكثير إن لم نقل لجل معتقلي الريف أنها لم تحترم المعايير الدولية التي ينبغي اتباعها في كل محاكمة، أيضا أن الاعتقالات أيضا أنها كما قلت أنها شابتها الكثير من الانتهاكات كانتهاك الحرية ديال الصحافة، إذ أن ضمن المعتقلين هناك حميد المهداوي، هناك الأصريحي الأبلق وغيرهم من المدونين أو من التقنيين الذين كانوا يقومون بالتصوير وغير ذلك لفائدة مواقع إلكترونية أو إلى غيرها. أيضا نعتبر بأن سنة 2017 أنها كانت الكثير من المؤشرات فيها سلبية، ترتيب المغرب في مجال حرية التعبير، حرية الصحافة، في مجال التنمية البشرية، أيضا الوضعية، الصحة، التعليم، كلها، وهذا في جزء من كبير منه يستند على تقارير إما دولية أو تقارير وإحصائيات وطنية. فلسنا نحن من يقول بأن الوضع سيء في المغرب، فننظر في التقارير التي يصدرها نعم الحكومة السرية بلون، إذا لننظر في التقرير الذي يصدره مثلا المجلس الأعلى للتعليم أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فهذه التقارير هي الأخرى ناطقة بأرقام وبحقائق حقيقة لا يمكن، واعتراف الدولة نفسها على أعلى صعيد بفشل التنمية في المغرب. إذا كل ذلك حاول التقرير أن يعبر عنه من وجهة نظر حقوقية، وأن يعطي الكثير من الحالات التي تفسر لماذا نعتبر بأن هناك تراجعات، وهي مثار قلقنا وانشغالنا. وأيضا التقرير لم يتوقف عند الوصف وعند التسجيل وعند الرصد، وإنما أيضا جاءت فيه الكثير من التوصيات، ونحن نعتبر أنها توصيات وجيهة وينبغي الأخذ بها لتقويم الأوضاع وتحسين حالة حقوق الإنسان في بلادنا.